بسم الإله الواحد وكلمته وروحه، الأب والابن وروح القدس، الإله الواحد الأحد، آمين. إخوتي أخواتي سيداتي سادتي، رأيت على موقع إسلامي في اليوتيوب عنوانا وفيديو: نصرانية تحرق الكتاب المقدس. أولا، التي أحرقت الكتاب المقدس لا يجوز أن نسميها نصرانية لأنها لا تؤمن، إذن هي في الواقع ملحدة، أو لنقول أنها مرتدة، يعني ارتدت رجعت إلى الوراء من الإيمان بالله بالسيد المسيح بالكتاب المقدس، ارتدت إلى الإلحاد، ولكنها استفادت من أن حكم المرتد أو الزنديق في المسيحية ليس القتل ولا هدر الدم. ثانيا، العنوان نصرانية تحرق الكتاب المقدس. أيها الأعزاء، لم نرها تحرق الكتاب المقدس، بل رأيناها تحرق صفحات من The New Testament، العهد الجديد. ثالثا، معظم الأشياء، أو قبل ما نحكي عن معظم الأشياء، بكل احترام ووقار وبحوار بالتي هي أحسن كما يوصي النص القرآني، وأستشهد بالقرآن لأني أخاطب أيضا إخوتي المسلمين وأخواتي المسلمات بمحبة ووقار ووداعة، ماذا كان سيحصل لها لتلك الفتاة لو أحرقت القرآن كما فعل الباستور تيري جونز الأمريكي؟ قامت الدنيا ولم تقعد. إذن إنها تستغل لطف المسيحيين وعدم عنفهم للإمعان في الطعن بهم. ماذا قلت؟ الطعن بالمسيحية؟ لا، النقاط، هذه النقاط التي جمعتها من كلامها الذي ليس حضاريا، يعني أي بني آدم بيحرق كتاب هذا مش حضاري مهما كان، إلا إذا كان بعيدا منكم كتابا بذيئا، حاشا وكلا. وأعتقد أنه العهد، مش أعتقد، نحن على يقين أنه في العهد الجديد لا توجد عندنا أي أمور لا سمح الله غير خلوق. طبعا هذا لا يعني أنه في أمور غير خلوقة في العهد القديم، بس هلأ نحن نحكي كلامنا فقط بالعربي، بلغة عربية واضحة، عن العهد الجديد. الأشياء التي تطعن فيها في العهد الجديد، هاي بين إيدي نص اليوناني الأصلي، في الواقع هي تطعن أيضا القرآن نفسه، بل تطعن كل المؤمنين بالله، يهودا مسيحيين مسلمين. لذلك أرجو لئلا نقع في تلك المطبات التي تسيء إلى الإسلام كما تسيء إلى المسيحية، ولكن تسيء إلى المسيحية بشكل مباشر. طب اتبع على النقاط أخي الكريم، وهي مش مني بل منها، وهنا أنا أدافع عن الإيمان بالإله الواحد الموجود في المسيحية واليهودية والإسلام. أنا أدافع عن قدسية الكتب المقدسة اللي إحنا مقدسها، كل واحد في دينته وعقيدته، كل واحد على دينه الله يعينه، لأنه هي تهاجم مش بس العهد الجديد اللي هي بين إيدي، بل تهاجم بشكل غير مباشر الإسلام. أرجو أنه تنتبهوا، عادوا اسمعوا وشاهدوا هذا الفيديو رجاء. بتقول أنه السؤال الأول أنه الإنسان يجب أن يسأله، هذا اعتقادها كأنه بس هي واحدة تؤمن فيه. السؤال الأول لماذا؟ يعني أنه الإنسان بده يفهم. طبعا في الإنجيل المقدس في العهد الجديد، قديس بولس في رسالته إلى أهل روما فصل 12 آية 1،
قدموا أجسادكم لله عبادة منكم عقلية، في اليوناني لوجيكي لاتريا، لوجيكي لوجيك يعني منطق. قديس أغسطينوس العبقري من شمال أفريقيا، ولد يعني بين حدود تونس والجزائر اليوم، شو بقول لك؟ فيدا سكويرنس انتلكتوم، انتلكتو سكويرنس فيدم، العقل يبحث عن الإيمان، الإيمان يبحث عن العقل. إذن العهد الجديد موافق معها، أو بالأحرى هي موافقة مع المكتوب في العهد الجديد. هي بتنتقد بتقول أنا أكره أشمئز، هذا كلامها، من الجواب هذا الشيء صحيح لأني أنا أقوله. طب ما نحن مسيحيين ومسلمين نؤمن بأشياء من الغيب لا نعرفها، ولكن نؤمن بها لأن الله قالها. إذن هنا هي تطعن بالإسلام أيضا، ومع ذلك حطوه على موقع يوتيوب إسلامي. ألا تؤمن يا أخي المسلم بكذا وكذا أشياء مع أنك ما شفتهاش، لأن الله قالها، لأنها وردت في القرآن، لأنها وردت في الحديث القدسي؟ معنى نحن في نفس الخندق أمام الإلحاد. ولكن أعيد لأحلل ما قالت. قولها أنا مشمئزة من الجواب إني أؤمن بكذا أو هذا الشيء صحيح لأني أنا قلته. مين أنا؟ طبعا العزة الإلهية في الكتاب المقدس. هذا الشيء ينطبق أيضا على العقيدة الإسلامية في القرآن. ولكن كلنا مسيحيين مسلمين يهود نؤمن بأمر أنه حقيقي لأن الله قاله، ليس لأن الله قال هالشيء فقط فهذا الشيء هو صحيح، بل هذا الله قال هذا الشيء لأنه هذا الشيء صحيح. مش بس هذا الشيء صحيح لأنه الله قاله، بل ليش الله قاله؟ لأنه صحيح، لأنه هو الحق، لأنه الله لا يكذب. الأمل، الرجاء. هي تقول هي لا تعتقد بالرجاء، تقول الرجاء يعني ما فيش منه فايدة. هذه هي حرة، هي حرة أن تعيش في اليأس. وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الرسالة إلى أهل روما الفصل الخامس الآية الخامسة بتقول إن الرجاء لا يخيب صاحبه لأن محبة الله أفيضت في قلوبنا. نحن نؤمن بالرجاء، نحن نرجو ونترجى أن ننجو من الشدائد. ليش؟ لأن الله رحيم محب عادل. نترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. بتتكلم عن العمل، تقول أن العمل هو الشيء الوحيد الفعال المطلوب. السيد المسيح بيقولنا المحبة، أحب أحبب الرب إلهك. هنا يستشهد طبعا بتثنية الاشتراع فصل 6 آية 4، أحبب قريبك حبك لنفسك. سفر اللاويين الأحبار فصل 19 آية 18. العمل بالمحبة، العمل بالإيمان، العمل بالرجاء، هذه الثلاث الإيمان والرجاء والمحبة، وأعظمها المحبة. أو كما ورد في رسالة مار بولس إلى آل غلاطية فصل 5 آية 6، ليس أهم، ما فيش أهمية في المسيحية طبعا أنه الإنسان يكون مختون ولا غير مختون، بل ما هو المطلوب، ما هو المهم؟ الإيمان العامل بالمحبة، الإيمان العامل بالمحبة. تقول إنه الرحمة دائما فضيلة، هي مش موافقة. طبعا الرحمة الشفقة هي دائما فضيلة. أساسا في القرآن بداية السور 113 مرة بسم الله الرحمن الرحيم
الله غفور رحيم، في طبعا مزمور 104 الله حليم الله رحيم لا يغضب أبدا أو لا يغضب إلى الأبد. إذن الشفقة هي رحمة، عفوا الشفقة الرحمة فضيلة، ولكن الرحمة لا تعني التغاضي عن الشر، الرحمة لا تعني عدم عقاب الجرائم، الرحمة لا تعني الظلم خصوصا الظلم للبريء ومحاباة المجرم. بعيدا منكم نقرأ في الرسالة الأولى إلى الكورنثوس فصل 13 آية 6 المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. هلأ القول التالي هل يوافق عليه الإسلام؟ أننا نحن والعياذ بالله خلقنا الحياة، هل إحنا خلقنا الحياة؟ هل هذه العقيدة أو هذا الاعتقاد أو هذا الوهم، هل إخوتي المسلمون متفقون أنه إحنا حاشا وكلا خلقنا الحياة؟ نفتح الكتاب المقدس في البدء برشيت برا إلهيم إتها الشمائم وإتها أرض، في البدء خلق الله السماوات والأرض، الله هو الخالق، الله أحسن الخالقين. بتقول نحن نريد أن نعيش ونريد الحياة بأكملها in the fullest. طب هنا هي تستشهد بالإنجيل المقدس وهي ما معهاش خبر. يوحنا فصل 10 آية 10 أتيت لكي تكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر، يوحنا 10:10. الحب يزيل كل الحواجز، هذا مبدئيا لو الإنجيل المقدس يطبق فالحب يزيل كل الحواجز، ولكن الناس مش ماشيين على الإنجيل، حتى كثير من المسيحيين مش ماشيين على الإنجيل المقدس. أما الحب نعم، الكراهية تعمل الحواجز، الكراهية تعمل الحروب، الحب هو عدو الحرب، الحرب عدوة الحب والإنسانية. يبدو أنه الفتاة المشار إليها ليست موافقة عن الفرح، على الفرح حتى في أبسط الأمور، الفرح في أبسط الأمور هذا ما نجده في حياة السيد المسيح الذي كان يعرف باسم ابن النجار، هذا ما نجده في السيدة العذراء، وأكيد أنه المسلمين مثل المسيحيين يكرمون السيد المسيح يكرمون السيدة العذراء وهي حسب القرآن وابنها آية للعالمين. الفرح في الأمور البسيطة، القديس يوسف كان نجارا، كان يسوع الإنسان، بقولنا إنجيل لوقا فصل 2 آخر آيات ينمو في السن والحكمة والنعمة أمام الله والناس. تقول الفتاة المشار إليها أن المعرفة تحرر الناس، طيب هذا اللي بقوله السيد المسيح، أنت من وين جبت هاي العبارة؟ تعرفون الحق والحق يحرركم، إنجيل يوحنا فصل 8 آية 53 وتابع. إنه القومية الجنس race يعني بالإنجليزي إنها هي بتقول إنه يعني الانقسام بيننا اللي بشتتنا كأمم وشعوب، إنه هذا يشتت الإنسانية، إنه لابد من كونها فارق وجدار بين الإنسانية، وهذا ضد المكتوب في الإنجيل المقدس حيث فدانا المسيح من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان، حيث أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم، فلم يعد فرق بين يهودي ويوناني، فرق بين عبد وحر، فرق بين ذكر وأنثى. الرسالة إلى الغلاطية فصل 3 آية 26 وتابع. طبعا نعرف النص القرآني إنه ربنا خلقنا شعوبا وأمم لنتعارف، وأن أكرما عند الله أتقان. تأخذنيش هلأ في القسم التالي اللي بتقول وبتمزق صفحة من الإنجيل المقدس،
تقول أنا فخورة أننا حيوانات. I am proud to be an animal. We are proud to be animals. إذا كانت هي فخورة أنها حيوانة، مع الاحترام للحيوانات أيضا ومع الاحترام لها، إذا هي فخورة أنها حيوانة فأنا لست فخور بالعناصر الحيوانية الموجودة في جسمي، بل اللي أنا فخور فيه هو العقل. الإنسان حيوان عاقل، الإنسان حيوان اجتماعي، الإنسان حيوان متدين. لا نفتخر بالحيوانية وإلا صرنا بهيميين حيوانيين. بتقول إنه الجنة هي على الأرض، هذا مش بس ضد الإنجيل المقدس، هذا أيضا ضد القرآن ولا لا؟ وأنه الحياة ستستمر على الأرض حتى بعد أن ينقرض الإنسان. بدنا نلحق العيار لباب الدار. طيب بعد ما هو أنت بتقولي أنه سينقرض الإنسان، معناه شو بعرفك أنت؟ طالما مش راح يكون فيه ولا بني آدم ولا بنت آدم بما فيها أنت. أما الإبداع، يعني بتقول إنه أهم شيء هي القدرة، قدرة الإبداع، أليست موجودة عندنا نحن المؤمنين؟ بديش أحكي عن العالم الإسلامي، عن العالم العربي، بغض النظر مسيحي ولا إسلامي، ما فيش إبداع عند المسيحيين. أزيلي الاختراعات والاكتشافات اللي صارت عند المسيحيين، شو بضل من الدنيا؟ أزيلي هالصريان المسيحيين اللي ترجموا من اليوناني للعربي، حنين بن إسحاق أو إسحاق بن حنين، واللي عرفوا العرب على الأدب الإغريقي والفلسفة والطب لحديت أواخر القرون الوسطى، العصور الوسطى. العلم، الطب، الاكتشافات، الكتابة، المخطوطات، الفلك، كلها كانت في الأديرة، وانطلقت الحضارة من الأديرة من الرهبان، وإنهم بيقول النص القرآني لا يستكبرون. سيداتي سادتي، يعني هوين إن الواحد يتفلسف على المسيحية. طبعا لا أدعو إلى أي عنف مع هاي الأخت، بل أدعو لها بالهداية، ومع أنها لابسة نظارات أرجو أنه تصير ترى وتسمع. شكرا لك.